أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ندى عاجلا نداء عاجلا لجميع لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الازمه الانسانيه الحاليه وتلبيه احتياجات قرابه مليون نازح جراء الغارات الاسرائيليه. جاء ذلك خلال اجتماع ميقات مع المنظمات التابعه للامم المتحده وسفراء الدول المانحه في اطار خطه الاستجابه الحكوميه لازمه النزوح الناتجه عن العدوان الاسرائيلي على لبنان. قال ميقاتي خلال هذا الاجتماع ان لبنان يواجه واحده من اخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص جراء الحرب المدمره التي تشنها اسرائيل على لبنان